السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع حل تدريبات الدرس الثالث في وحدتنا السابعة واللي عنوانها Ancient Egyptian Homes. شكل ما احنا متعودين ان احنا بنشرح الدرس ونحل تمارينه الأول من كتاب المعاصر وبعد كده بنبدأ حل تمارينه من كتاب بيت باي بيت وكتاب الباهر. تعالوا يلا نشوف تمارين درسنا الثالث، بس قبل ما نحل التمارين يلا لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات الجاية ان شاء الله. ولو عايز تدعم قناتنا وتشوف كل الفيديوهات قبل ما تنزل في موعدها على القناة ممكن تشترك في خدمة الانتساب للقناة. طبعا حبايبي بعد ما قرينا درسنا المفروض ان هو مديني بعض الاسئلة كده بيشوف هل انا قريت كويس ولا لا. بيقولي what do you think ancient Egyptian homes were like؟ يا ترى في رأيك البيوت المصرية القديمة كان شكلها عامل ازاي او وصفها كان ايه؟ طبعا في رأيي انها كانت بسيطة، فحقول I think يعني انا اعتقد they were simple، وكلمة simple حبيبي معناها بسيط، يعني simple معناها بسيط. Number two بولي where did people build their homes in ancient Egypt؟ طبعا الناس كانت بتبني بيوتها فين في مصر القديمة؟ اكيد near the Nile، نير دنايل حبايبي يعني بجوار نهر النيل. نمبر 3 بولي what did people use to build their homes؟ يا ترى كانوا بيستخدموا ايه عشان يبنوا البيوت؟ اكيد كانوا بيستخدموا mud bricks، mud bricks حبايبي معناها الطوب اللبن، تاني mud bricks اللي هو الطوب اللبن. تعالوا يلا حبايبي في صفحة 31 نشوف هل الكلام اللي هو مديهولي ده true ولا false على حسب ما قرينا عن ال ancient Egyptian homes. بولي نمبر 1 a lot of people made their homes near the Nile، يعني كانوا بيعملوا البيوت بتاعتهم جنب النيل، اكيد الكلام ده طبعا true. نمبر 2 بولي in ancient Egypt في مصر القديمة people used water from the Red Sea for drinking، كانوا بيستخدموا مية البحر الاحمر للشرب، اكيد طبعا false، ثم كانوا بيستخدموا the water of the Nile. نمبر 3 بولي the mud bricks الطوب اللبن helped ancient Egyptians to keep their homes cool، يعني كانوا بيساعدوا المصريين انه يخلوا البيوت بتاعتهم باردة، اكيد طبعا الكلام ده true. Number 4 بقول the furniture in ancient Egyptian homes wasn't the same as today، يعني ما كانش نفس اللي موجود دلوقتي، طبعا الكلام ده true. Number 5 بقول the ancient Egyptians stored their clothes in metal boxes، يعني كانوا بيخزنوا الملابس بتاعتهم حبايبي في صناديق معدنية، طبعا الكلام ده false لأنهم كانوا بيخزنوها في wooden boxes، wooden boxes حبايبي يعني صناديق خشبية. Number 6 بقول the houses in cities usually had one floor only، يعني البيوت في المدن كانت عبارة عن طابق واحد فقط، لا طبعا قلنا ان هي كانت طابقين، كانت اطول وكانت طابقين، فبالتالي هقول فولس. تعالوا حبايبي يلا في صفحة 32 المفروض ان هو مديني كلمات، الكلمات دي بالاشياء اللي كانت موجودة في البيت المصري القديم. تعالوا يلا نقرأ الكلمات ونعرف معانيها ونبدأ نحط كل كلمة في مكانها. عندنا كلمة جيت حبايبي قلنا يعني بوابة، وعندنا كلمة oven قلنا يعني فرن، وعندنا pot يعني اناء، وعندنا روف يعني سطح، وعندنا طبعا كلمة read mat اللي هي الحصيرة، كلمة sleeping area يعني منطقة نوم. طبعا number one هو مدهالي اللي هي sleeping area. تعالوا نشوف يلا number two. number two دي مدهالي اللي هو الروف، الروف حبايبي يعني سطح، تاني روف معناها سطح. طب تعالوا نشوف يلا number three مش هقول لي على read mat، read mat حبايبي يعني حصيرة، تاني read mat بمعنى حصيرة. نمبر 4 نمبر 4 هلاقيه مشاور لي على الجيت، وجيت حبايبي اللي هي البوابة او الباب الامامي بقول عليها جيت. طيب تعالوا نشوف يلا نمبر 5 نمبر 5 حبايبي مشاور لي بيها على البوت، وبوت حبايبي يعني اناء. طيب تعالوا نشوف يلا نمبر 6 نمبر 6 حبايبي مشاور لي بيها على الاوفن، اوفن حبايبي يعني فرن، تاني اوفن يعني فرن. تعالوا يلا في صفحة 33، في صفحة 33 مديني أول حاجة طبعا الليسنينج، المفروض إن أنا هسمع كويس وبعد كده أشوف الكلام ده ترو ولا فولس. طبعا حبايبي بيقولي the Nile was very important in ancient Egypt. Ancient Egyptians used it to travel from one place to another. They used mud bricks from the Nile to build their houses. All the roofs in ancient Egypt were flat. وكلمة flat حبايبي بمعنى مسطح. These were the coolest part of the house.
Ancient Egyptians sat and slept on reed mats. They used papyrus to cover the windows and doors. This kept the insects outside. ده كان بيخلي الحشرات تبعد بره. تعال نشوف حبايبي بقى نمبر 1 بيقول لي ancient Egyptians used mud bricks to build their houses. اكيد الكلام ده طبعا true صحيح. نمبر 2 بيقول لي the bedroom was the coolest part in the house. طبعا غرفة النوم كانت هي اكثر مكان برودة في المنزل. اكيد الكلام ده false عشان الكلام ده كان خاص بالروف السقف او السطح. نمبر 3 بيقول لي ancient Egyptians used papyrus to cook. يعني كانوا بيستخدموا ورق البرد في الطبيخ. طبعا الكلام ده false. نمبر 4 بيقول لي they slept on reed mats. كانوا نمبر 4 بيقول لي they slept on reed mats. يعني كانوا بيناموا على حصير. طبعا الكلام ده true. تعال حبايبي يلا نشوف السؤال الثاني وهو سؤال التوصيل. بيقول لي many people used the Nile. يعني كتير من الناس كانوا بيستخدموا نهر النيل. طبعا اكيد هقول for drinking and washing. يعني للشرب وكمان الغسيل. هكتب عليها B او اوصل حبيبي. نمبر 2 بيقول the mud bricks made. بقول لحبايبي ان الطوب اللبن كان بيعمل ايه؟ قلنا كان بيعمل very strong walls يعني جدران قوية جدا. يبقى هوصلها حبايبي بدي. نمبر 3 بيقول ancient Egyptian homes all. طبعا كل البيوت المصرية شكل ما قلنا كان ليها اسطح مسطحة. فبالتالي هقول ancient Egyptian homes all had flat roofs. يبقى هوصلها بإف. نمبر 4 بولي in the countryside حبايبي في الريف. طبعا شكل ما عارفين ان في الريف كانت البيوت عبارة عن طابق واحد فقط. يبقى houses usually only had one floor. يبقى هوصلها بإي. نمبر 5 بولي some people also painted. يعني بعض الناس كانت بتدهن. طبعا شكل ما احنا عارفين كان بتدهن البيوت بالأبيض عشان تحافظ على البرودة بتاعتها. يبقى إذن هقول some people also painted their homes white to make them كولر. فبالتالي حوصلها بايه. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الثالث وسؤال الترتيب. many people beds had not or chairs. طبعا عايز اقول ان مش ناس كتير كان عندها سراير ولا كراسي. فبالتالي هقول not many people يعني مش ناس كتير had كان عندهم beds or chairs. يعني مش ناس كتير كان عندهم سراير او كراسي. بعدها their homes did people what use to build. طبعا عايز اقول ماذا استخدم الناس لبناء منازلهم. فبالتالي هقول what فعل مساعد حبايبي what did الفعل بتاعي. طبعا people الفعل بتاع الاساسي use to build their homes. يعني ماذا استخدم الناس لبناء بيوتهم او منازلهم. طب تعالوا نشوف حبيبي نمبر 3 بيقولي had to in cities floors the houses. طب عايز اقول ان المنازل في المدن كان ليها طابقين اثنين. يبقى اذا هقول the houses in cities had to floors. يعني المنازل في المدن كان ليها طابقين اثنين. تعالوا يلا حبايبي نشوف نمبر 4 بيقول did build there were homes people. طبعا عايز اقول اين بنى الناس منازلهم. فهقول where اين فعل مساعد حبايبي did people هو الفاعل. الفعل الاساسي بتاعي build their homes يعني أين بنى الناس منازلهم. نمبر 5 بيقولي painted their people white homes. طبعا عايز أقول إن الناس كانت بتدهن البيوت بتاعتها أبيض. يبقى إذن هقول people الناس painted their homes white. يعني كانوا بيدهنوا البيوت بتاعتهم أبيض. نمبر 6 بيقولي grew chickens and they kept vegetables. طبعا عايز اقول they grew vegetables يعني كانوا بيزرعوا خضروات and kept chickens وبيربوا كمان طيور.
تعال حبايبي يلا نشوف سؤال الترقيم. بولي ancient Egyptians kept their homes cool. طبعا الـ A في ancient معمولة. Egyptians حبايبي الـ E لازم تكون capital. Kept their homes cool. وحط في الآخر full stop. Number two, بولي what did they use papyrus for. طبعا الدبل بتاعت what في بداية الكلام. Did they use papyrus for. وحط في الآخر question mark حبايبي عشان ده سؤال. تعالوا يلا حبايبي نتكلم عن الهومز in ancient Egypt يعني البيوت في مصر القديمة. طبعا عشان أبدأ باراجراف شكل ده لازم اقول البيوت في مصر القديمة كانت بسيطة جدا. يعني هقول homes in ancient Egypt were very simple. يعني كانت بسيطة جدا. عايز اقول ان هي كانت مختلفة عن البيوت هذه الايام. يبقى they were different يعني كانت مختلفة from today يعني كانت مختلفة عن النهاردة او عن اليومين دول. عايز اقول ان القدماء المصريين كانوا بيبنوا البيوت دي بجوار النيل. بحاول ancient Egyptians يعني القدماء المصريين built their homes near the Nile يعني بجوار النيل. يا ترى استخدموا ايه عشان يبنوها؟ هقول they used mud bricks to build their homes يعني كانوا بيستخدموا الطوب النبن او الطوب الني عشان يبنوا البيوت. طبعا حبايبي عايز اقول ان الطوب اللبن ده كان بيخلي البيوت دي باردة. يبقى هقول the mud bricks made their homes very cool. طبعا عايز اقول ان كل البيوت المصرية القديمة كان ليها اسطح مستوية. يبقى هقول all ancient Egyptian homes had flat roofs يعني كانت الاسقف بتاعتها مائلة. طبعا لو عايز اكمل اكتر من كده ممكن اكمل على حسب حفظي لموضوع الدرس. وبكده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا عن البيوت المصرية القديمة. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو عايز تشوف الحلقات بتاعتنا قبل ما تنزل في موعدها على القناة بدري بدري كده ممكن تشترك في خاصية الانتساب عشان تكون كل الحلقات متاحة قدامك قبل ما تنزل القناة. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. جود باي. السلام عليكم.